طيب خلينا بشكل سريع ناخد كل الكلام اللي اتكتب على النادي الاهلي في السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي. نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. حسابهم رسمي على تويتر قالوا ايه؟ قالوا ان الاهلي يصل لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا المره السادسه على التوالي. حاجه كويسه بس ده مش انجاز بالنسبه للنادي الاهلي، يعني دي حاجه عاديه بالنسبه للاهلاويه. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره على انستغرام وبيقول ان الاهلي يصعد من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا للمره 13 في تاريخه. دور المجموعات بدا من 2017، اصبح مشاركه 16 فريقا وما قبل ذلك كان في دور الثمانيه، برضو رقم من ضمن الارقام المميزه للنادي الاهلي، لكن مش ده الانجاز بالنسبه للاهلي وجماهيره. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على فيسبوك وبيقول له سيمبا وسان داونز الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما بعد في دور المجموعات، هما الفرقتين بس اللي ما خسروش لحد دلوقتي في دور المجموعات. الاهلي وسان داونز هما اقوى خط هجوم، حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، الاثنين جايبين 10 اهداف، لكن في المقابل اقوى خط دفاع في البطوله حتى الان الوداد وسيمبا، كل فريق دخل فيه جون واحد بس. كمان من حساب المصري اليوم من حساب الرسمي على تويتر بيقول لك ثنائي الاهلي معرض للايقاف في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، اللي هما مين؟ اللي هما ايمن اشرف وبيكر، كل واحد فيهم عنده انذارين، لو خدوا انذار ثالث في المباراه اللي جايه امام سيمبا فبالتالي ما يلعبوش دور ربع النهائي. طيب لو ما خدوش الانذارين اللي عندهم يتلغوا ونبتدي بقى في دور ربع النهائي يحسبوا انذارات من جديد، يعني كانهم ما خدوش اصلا انذارات. اكيد هيكون في حرص من الجهاز الفني في الجزئيه دي تحديدا يعني. طيب خبر مهم برضو من يلا كوره وحسابهم على فيسبوك بيقولوا ان ده بناء على مصدر وتصريحات مصدر في النادي الاهلي ليلا كوره، قال ان ناصر ماهر جاهز فنيا وبدنيا وينتظر قرار موسيماني. اللاعب جاهز وموجود مع الفرقه والتوقيت المناسب اكيد هيتم الدفع ليه فيه من خلال مستر بيتسو موسيماني، هو الادرى بكل الامور الفنيه. تعال بقى الخبر ده، وده من خلال الوطن سبورت على فيسبوك واللي نشره بيقول لك ايه؟ بأوامر موسيماني ثلاث لاعبين ينضمون الى الاهلي في الموسم الجديد. هنا بيتكلموا وده تحليل اكتر منه معلومات في الحقيقه من خلالهم يعني، لان اكيد موسيماني عنده بعض القرارات اللي ممكن يكون حابب ان هو ياخدها خلال الفتره اللي جايه او مع بدايه الموسم الجديد او قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن بيبقى في دراسه وافيه بشكل كبير وبيبقى في تواصل مع لجنه التخطيط للكره ومع الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكره، وبيتم في الاخر اتخاذ القرارات الانسب لصالح الفرقه. السيستم ماشي كده في النادي الاهلي، ده اللي متعودين عليه. لكن هنا بيقول لك ايه؟ الاهلي محتاج ظهير ايمن، بيقول لك محمد هاني بس اللي موجود في المكان ده وبيكم موجود برضو بيلعب في المكان ده، لكن موسيماني شايف ان هو محتاج ظهير ايمن. حتى لو موسيماني محتاج ظهير ايمن وده ممكن يكون الاهلي محتاج لاعب كمان في المركز ده عشان تامن نفسك بشكل كبير وده امر طبيعي، لكن اكيد لسه القرارات النهائيه ما اتخذتش بشكل رسمي، لكن النواقص اللي عندك انت اكيد عارفها كجهاز فني واكيد عارف هتعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. هنا كان بيتكلموا على جناح ايمن وبيقول لك ان موسيماني يدرس ملف عدد من اللاعبين في مركز الجناح الايمن من اجل التعاقد مع احد اللاعبين المصريين في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وازمات كهربا. هو حسين الشحات مش هيفضل مستواه متراجع، كهربا مش هيفضل بيعمل ازمات، كل واحد بيتعلم من اخطائه وكل واحد بيطور من نفسه. ان شاء الله نتمنى لهم الفتره الجايه يكونوا كويسين يعني، لكن دايما المكان جوه النادي الاهلي بصراحه مش مضمون، مكانك يكون مضمون لما تفضل بمستوى ثابت لفترات طويله، فبالتالي الاهلي دايما بيفكر في التدعيم ايا كان الجهاز الفني واخد قرار في الجزئيه دي ولا لا، لكن في كل الاحوال اكيد دايما البطل والفرقه الفرق الكبيره بتفكر دايما في التدعيم، لكن ده ما يقللش اطلاق اطلاق من اي عنصر موجود سواء بيمر بفتره عدم توفيق او مش جاهز خلال الفتره الحاليه سواء حسين او كهربا، نتمنى لهم كل التوفيق. بيقول لك كمان الاهلي محتاج مهاجم اجنبي جديد، ده بناء على ايه؟ بناء على ان مثلا والتر بواليا لسه ما دخلش مع الفرقه قوي كلام من ده. نتمنى الفتره الجايه والتر بواليا يكون افضل ويقدر يهدف مع الفرقه ونشوف مدى تاثيره الايجابي للفريق. طيب دي كانت كل الامور اللي تتعلق بالاهلي في ترند الاهلي، هروح لفاصل بسرعه بعد الفاصل نكمل. يلا